تقضي حيوانات فرس النهر ثلاثة أرباع حياتها في الماء، ويمكنها أيضاً النوم تحت الماء. لديها منعكس فريد يجعلها تصعد لتتنفس دون أن تستيقظ. إذن حين يخرج فرس النهر من الماء فلا بد أن الأمر ملح بالفعل. إنه موسم الجفاف. تحتشد أفراس النهر من مجموعات مختلفة عند جزء متبخر من النهر. يمكن أن تعيش المجموعات جنباً إلى جنب طالما أن أحداً لا يخالف التسلسل الهرمي. لكن هناك فرس نهر متطفل يراقب إناث المجموعة الأخرى، وبالنسبة إلى زعيم المجموعة فهذا سبب يدعو للقتال. لقد أجبر الخصم الذي يزن ثلاثة أطنان على العودة إلى الحشد. لكن حركة دفاع عنيفة قلبت الموازين. يتراجع القائد نحو اليابسة. لكنه لا ينسحب. القتال الآن سيكون على أشده. يواصل الخصم المتطفل الاقتراب. يستفيد القائد قدر الإمكان من التضاريس الجديدة. المزيد من الزخم يعني مزيدا من قوة الدفع. في قانون أفراس النهر يفوز صاحب الفك الأكبر. فغر فاه القائد كان الأكبر. يطأطئ الخصم رأسه منهزما. لقد تعلم من تجربته. إن أخرجت الزعيم من الماء ستواجه ورطة وزنها ثلاثة أطنان.